السلام عليكم اخوتي لواس المبروكه. واش مبروك اخوتي، الله يدخل عليكم هذا العيد بالصحه والسلامه اخوتي، واللي بامنيه ديالو شي حاجه الله يحققها. اخوتي الموضوع ديالنا اليوم هو الموضوع ديالنا اليوم، زرنا سفيان، اليوم زرنا سفيان منطقه الشمال زرنا سفيان، لان سفيان عاود لي كومنتاريوس ديالو هذيك كيقول شي امور صعيبه ما عرفتها شي انا. انا اليوم تحولت لعندو وجيت نهضر معاه ونتعودو للمباشر معاه. حنا ماشيين عندو اخوتي ونتلاقاو على سفيان دابا، وهذه لانه هو الموضوع ديالنا نكونو ضروري المخدرات والشاب قطع المخدرات. الناس اللي مبليه بالبوفه ومبليه بالحشيش ومبليه بالقرقوبي او الباسطيات، سمعوا انا ماش نهضر مع واحد الشاب بعد مبليه وتا هو ضارب الحاف وضارب هادي وحنا باش نهضروا معاه. السلام عليكم سفيان. وعليكم السلام. مزيان اخا خالد، مزيان اخا صحه مزيان. اي سفيان، شنو التجربه ديالك في الحياه ديالك؟ التجربه ديالك في الحياه ديالك، واش خرجتينا وسط هذا الميدان هذا مبليه؟ مبليه وهذا الشيء هذا اللي جاتك ما تكونش المستقبل ديالك. هي اخي خالد، أول دخلة ديالي بعامين اللي حبس، أول دخلة ديالي بعامين اللي حبس أخي خالد، ما عامل فيها والو، هادي أنا جالس أخالد ديالنا، داوني بعامين اللي حبس، تبارت راسي بالحبس مظلوم، ما عامل والو، الله شاهد، ولا زعل يرزيني بهمة يا بقى الدنيا، ما عامل شي حاجة أخوتي، لا عامين اللي حبس بديت الأولية والعمر ديالي 20 عام. دابا عندي 34 عام تبارك الله. واش ديك الدخله اللي كنا، ديك الدخله ديال الحبس اللي كنا سمعنا فيها كيقولوا الصرج ديال التليفون سرقتي الدخله وانت ما سرقتي والو؟ والو هذا هو المشكل اللي دابا كنهضر عليه. واحد يعيطوا لواحد اسد اقصى من حومه، ثاني نعمين ديال الحبس ولا خلت به الحبس. اسد انا ما سمح له الدنيا لا اخر، والسبب ديال كنت تبت من غابه. سمعوا اخواتي، راه اسد هو اللي سبب له السجن ديالو. سمعوا معايا. عامين ديال الحبس خالده 13 عام تبلي يا خالد، 13 عام ديال الكحروبيات يا خالد. 12 عام ديال الهروين. 13 عام ديال الهروين. 13 عام ديال الهروين. زيد. مورا درت واحد 7 سنين ديال تيقولوا بوفا. 7 سنين ديال البوفا. بوفا. ديال القرعة زيد. المهم جربت الدروكا كاملة خالد يا خالد. البليات كامل جربتهم خالد، حتى حاجة ما صالحة خالد. شنو تشتي بالحياة ديال البلية أخي سفيان؟ شنو كتنصح الناس بهاد الناس اللي كيتعاطوا من هاد الشيء؟ دابا أنت باش كتنصحهم توبتي وكذا وهاد الشيء؟ أقول أخوتي الله يرحمكم الوالدين، بعدوا هاد السياسة يا أخوتي. إيه والله بعدوا هاد الدروك أخوتي، هادي هي السياسة اليهود أخوتي، أقسم بالله أخوتي. إيه والله شوف بنادم يبدل الحياة ديالو هدايا، إن شاء الله في الوالدين سبورت كذا، كاين بديل أخوتي. اي والله انت تشوف اخوتي الحمد لله انا دابا كحال شحال ما عملت الهيروين، 7 شهور ما عملت حتى بدوخ. هاي هي مادة الهيروين. الهيروين كامل دابا ساعة تعمل ديك نص حبة صافي، ديك تتدري روس يعني كتعالج عند الطبيب وصافي كتعالج.